السلام، الحمد لله. الخدمه. جيت باش ندوز عطله ديال السيمانه، مي راه الخدمه ما تخليكش الصوت ترتاح. الحمد لله بدا ملي لحقت تدوز 5 ايام. دابا كانوا عندي شي ايميلات، شي مكالمات، شي صداعات، شي مشاكل. الحمد لله بدا ملي دوزنا 5 ايام زويونه. كنت باغي نمشي حتى بعد غدا ومبقيتش غادي نمشي بعد غدا، ولا تخرجت لي واحد السفاره من الشند وغادي نوليت غادي اليوم خصني نمشي نضرب واحد السفاره نحيد عليها شي لعيبات. هادي هي الحياه هكا دايره، ما كتمشيش ديما كيف ما بغينا. شي حاجه طبيعي، ممكنش تحكم في لي زيفيرمون اللي كيطراو في الحياه، ولكن ممكن تحكم في الرياكسيون ديالك، ممكن تحكم في المشاعر ديالك، ممكن تحكم في الديسيجن ديالك، في ردة الفعل ديالك، في القرارات ديالك. هادو هما اللي كيديروا الفرق ما بين هذا وهذا. كاملين كاملين، ما كاين حتى شي واحد ما كيطراوش ليه حوايج في الحياه. فهمتي؟ تيكون متراسل خطا هكا كيتجرى هكا، كيكون متراسل هكا كتخرج ليه هادي من الجنب كلشي. يعني راه ماشي انت بوحدك، حتى انايا العالم كامل. الا كنت كتفرج في ايلون ماسك، حتى هو راه ديما شبعان مشاكل. كان عزيز عليك مول الفيسبوك مارك زوكربيرغ، انا عزيز عليا كاع دوك الناس الناجحين، عزيزين عليا كنتابعهم واحد بواحد. تلقى ديما تيخرجوا لي المشاكل من الجنب، واحد المشكل ديال السيكوريتي، مشكل ديال التسريبات، مشكل ديال الانتخابات، وديما خونا شاد راسو. كاش ملي تيكون غادي في الطريق بحال هكا كتخرج ليه شي حاجه من الجنب، تيتعصب وتيسمح في كل شيء. اولا هي كتعصب، يعني من حقك تحكم في المشاعر ديالك. كتطلع نفس الفلاش، ممكن تكعها، ممكن تجلس تقول علاش طرا، شنو اللي خلاه يطرا، وتفكر وكون متاكد الا كنتي كاعي وساخط، ولا كنتي هادي وجالس. في الحاله ديال هادي وكتفكر كتاخذ دي ديسيزيون حسن 1000 مره من انك معصب. ما عمرها دي تجيب شي ديسيزيون صحيحه وانت معصب. والاكثريه ديال الناس كيديسيدو هما معصبين. راضي علاش جبتها؟ لان تلقى بزاف الناس، فهمتي، تيشوف شي واحد ناجحين تيقول واه سعدات وما عندهمش المشاكل. لا صاد، كلشي عنده المشاكل، مكاينش اللي ما عندوش المشاكل. غير هما الفرق بينهم وبينك هما انهم هما كبار على مشاكلهم، كبار على مشاكلهم. انت مشاكل كبر منك، يعني كتلقى انت كتصنع شي مشاكل كبر منك، وهما كيحاولوا يكونوا كبار على مشاكلهم. مثلا هذا هي مثال ديال موظف مغربي عادي، غادي نشرحه لك باش نبسط لك هاد كبار صغار. غير مثال باش نبسطو، كما قلت هي مثال. مثلا شي واحد واصل تيبان لك كيجد 10 مليون في الشهر، وتيبان هو تيصرف فيه 3، يعني كتبقى عنده 7، يعني ما عندوش شي مشاكل، يعني راه مرتاح، عايش مرتاح، يعني هو راه كبر من مشاكله. ديال شي مواطن بسيط اللي كتلقاه تيجد 6000 درهم، عايش في مدينه بسيطه في المغرب اللي فيها الكراب 1000 درهم، ويقدر يعيش بواحد 1500، ولكن لا، ويقدر يمشي على رجليه للخدمه، ولا يقدر يشد جير طوبيس ويمشي للخدمه، ولكن هو لا ما اكتفاش. هو ما اكتفاش بهذا الشيء، لا مشى دار كريدي ديال الدار، ومشى دار كريدي ديال الطوموبيله، وفي الاخر بدات كتمشي ليه 3000 درهم في هاد الكريديات، و 3000 درهم هي باش كيعيش. وهنا ولا كيعيش مقجوج، ولا عنده مشاكل في الخدمه ديالو. في الاخر ديال الشهر ملي ولا كيجي الاخر ديال الشهر كيلقى الادخار ديالو هو صفر، ولا كيعاني، وخرجات تيخرجوا ليه شي حوايج من الشن ما كيقدرش عليهم. شفتي؟ هنا ولاو المشاكل كبر منه، ولا كيعاني، هو اللي صنع المعاناه لراسو. هاي قرارات هي. كان ممكن يبقى عايش ب 4000 درهم ويحتفظ بلا 2000 درهم، وكل شهر كيحتفظ بلا 2000 درهم، ويقدر تخرج ليه شي حاجه على جنب، لانه موظف، كاين لا سي ان اس اس، كاين كدا كاين كدا، تجي تقدر يكوفري دوك الامراض وداك الشيء، تخرج ليه شي حاجه على الجنب، وراه ديجا محافظ على شي بركه كيحمي بها راسو. دوك هاد القرارات كون خداها كان غادي يعيش حياه بسيطه وحياه زوينه وحياه كريمه، وكان غادي يعيش مرتاح. واهم حاجه كيقلب عليها الواحد في الحياه هي السعاده وراحه البال. كان غادي يعيش مرتاح، ولكن مشى صنع واحد القرارات، طوموبيل باش نبان واعر، دار باش نبان واعر، اللي دمرات. وهاد القرارات اللي باش يبان على عباد الله، مع الوقت بدات كتصنع واحد المشاكل اللي بدات كتراكم، وبدات المشاكل ديالو كتكبر فوق منه. المشاكل ديالو ولات كبر منه، عكس الناس اللي لاباس عليهم، هما كبر من المشاكل ديالو. الفرق ما بين هذا وهذا كاين في القرارات، كاين في ردة الفعل، كاين في لي ديسيزيون اللي كياخذ يوميا. هذا ما بغاش يتصور، واخا فيتي يكون صايق حتى الطوموبيله ويكون واعر ويكون كذا، لا قرر باش يعيش بواحد النيفو قليل ويكون كبر من المشاكل. وبلاش النيفو ديال 10 المليون، نخليو غير النيفو ديال 6000 درهم مع 6000 درهم. فهمتي؟ الاولاني يعني مشى خدا كريديات، الثاني ما خداش كريديات. فهمتي؟ سيميو يكون المثال حسن. بلاش نحيدو شخونا ديال 10 المليون نحيدو على جنب، خليو غير خونا ديال 6000 درهم مع 6000 درهم ونقارن. واحد كان كيجمع 2000 درهم في الاخر الشهر، الاخر ما كانش يشيد حتى ريال في الاخر الشهر، هذا كيعيش بواحد المشاعر زوينه، هذا الشيء اللي كيطمح ليه الانسان في حياته. هذا كيعيش بواحد المشاعر ديال التوتر وكيفاش غادي يسالي الشهر. هذا كيعيش مرتاح وعنده واحد السيفينغ، تيحتفظ بشي فلوس كل شهر. هذا تيعاني، هذا ملي كيخرج ليه شي مشكل تيقول الحمد لله ربنا لك الحمد، وتيمشي تيتواجه المشاكل ديالو. هذا ملي كيخرج ليه شي مشكل كيتوتر، ما تيعرفش باقي كاع تيفكر. وهذه مهمه، فهمتي؟ لان
صات مشاعر، هي راه مشاعر. هذا واخا تيطرى اللي طرى تيحمد الله على داكشي اللي زويون، ومعروف ملي كتحمد الله وكتشكرو كيزيدك على داكشي الزويون اللي حمدتي وشكرتي عليه، هذا ساخط. وكلما كتسخط وكتزيد تتلعن كيزيدك الله من داكشي اللي سخطتي عليه ولعنتي منه تيزيدك منه. اليوم نفس المشكل في الحياه ديالهم، مثلا ولدو صايك بيكالا وهربات به ودخلت عند شي مول الحانوت رسات ليه الدجاج ديال المحل، وجا مول الحانوت كيطلب تعويضه، تيطلب هذا ب 700 درهم وكيطلب هذا ب 700 درهم، اشنو غادي يطرى في نظر؟ هذا غادي يقول الحمد لله ملي الولد عندي ما تقاش و 700 درهم ما جات في والو، غادي يخلصها لان تيحتفظ بالفلوس شهريا. بالعكس هذا غادي يشد ولدو غادي يسلخو، غادي يقول له فين هي 700 درهم وحنا لقينا الثمن ناكلو وما كنسالوش الشهري بزز. الولد عنده غادي يطلع معقد الصاد، يعني شنو غادي يطلع معقد؟ انا تسالات الحياه ديالو باش نتفاهموا حتى على هادي، يقدر يطلع معقد ويربح داك ولد هاد خونا هذا اللي كاين هنايا اللي عاش في الفشوش وعاش في قلب با ما كاين حتى مشكل، ما بقيتي انت بخير. هادي نقطه ونعاودوا نرجعوا للموضوع ديالنا. بالعكس ملي كتعيش شي احداث بحال هكاك في الصغر كتطلع واحد الشخصيه حاره، كتطلع حسكه، كتطلع موس. انا اللي خلاني وصلت لهاد الشيء واحد شي حدث خايبه في الصغر. ملي كتعيش شي حاجه خايبه في الصغر كتكون حسكه في الكبر، يعني ماشي مشكله الصغر. اش كندوك رد البال الهضره ديالي، شحال من واحد كان غادي يستغل ديك الهضره اللي كتقول اه وانا الوالد حقدني يا خويا السيمو عندك الصح، الوالد هو اللي خرج عليا والوالدين وتقهرت والحياه خايبه. اه برد 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 اصاط، بالعكس داكشي زويون اصاحبي، ريح وسمع. هاد اللقطه ديال الفيديوهات كدير لي مشاكل، لان كنبدا في موضوع كنلقى راسي دزت في موضوع، لان هذا هو المشكل في المغرب. الهضره ديالك ديما الناس كتمشي تاخذ منها شي قنت اللي انت شي زاويه اللي انت ما رديتيش معاها البال، وكتقول اه شتي ها هو يقدر يدي الفيديو لباه، راه يدي الفيديو لباه، يدي الفيديو لباه يقول لي شتي شنو كان عمي السيمو لايف، انت اللي عقدتيني وعليه انا باش ندير شي حاجه وماش نطلع حتى انا في شي حاجه في الحياه، لان انت نهار كنت مشيت درت هادي ضربتيني وكذا، وشي واحد اخر كون قال لولده هانيه ماشي مشكل. لا صاد، ريح الارض وسمع الهضره. بلاكس لا شي شي احداث خايبه في الصغر، شي احداث خايبه في حياتك، كتعيش شي احداث خايبه دابا، وداك الشيء اللي كنتمنى تكون كيطرى عليك وتكون عايش شي احداث خايبه دابا وانت كتفرج فيها، لان ديك الاحداث هي اللي غادي تموتيفيك، ديك الاحداث هي اللي خاصها تحركك. الا كانت حياه زوينه ما غاديش تحرك الصاد. بزاف الناس تقول لي عندي مشاكل، عندي كذا، الحياه خايبه، عايش في واحد الكوان خايب. الصاد هذا دافع انك تنوض تحرك باش ما تبقاش عايش في داك الكوان الخايب، دافع خاصك تحرك باش تحل دوك المشاكل. اما لما كانوا عندك لا مشاكل، ما عايش في وسط الدنيا خايبه، ما عايش في وسط وسط، وعايش في وسط وسط زوين، علاش في نظرك غادي تحرك؟ اما عاد الا كنتي فهمتي ولد ايلون ماسك ولا شي حاجه، باك ديجا ملي كنتي صغير زرع لك الفيجن ديال شتي انت ملي تكبر خاصنا نطلعوا للفضاء. حنا هاد الهضره ما كايناش في المغرب، حنا كبرنا اشنو علمونا الوالدين؟ قريب هادو هما الدروس اللي كتعلم. واحد سير تقرا، جوج خدم، ثلاثه شري دار، ربعة تزوج، خمسة ولد، سادسة خاصك تشري طوموبيل. هذا هو الدرس اللي كيتعلموا 99.99 ديال المغاربة إلا من رحم ربي. شي حاجة بسيطة ولكن هما جدو عقدوه وردوا هذه خريطة الحياة، عطاو لك قال لك هاكا الخريطة هادشي اللي غادي تمشي عليه في الحياة. باك مك المجتمع هادشي اللي كيعلمك، تيقول لك هاك تتقول شنو خصني ندير في الحياة، تيقول لك هاك الخريطة سير على الله، إلا درتي هادشي أنت معلم. الخريطة هادي اللي كيخليك تحرك أنك باش تحقق داكشي اللي فيها هو ظروف خايبة، لان انت كما قلت لك باك ماشي هو ايلون ماسك عطاك واحد الخريطه ديال خصنا نطلعوا للفضاء نطوروا المجتمع نديروا شي انجازات، لا عطاك خريطه فاشله كما عطاوها ليا كما عطيناها ل 99. لان الا كانت عندنا ظروف زوينه ولقينا داكشي اللي بغينا اسمح لي ما عادش نمشيو نخدموا مني انا والله لا تحركت لك. ولكن اللي كيخليك تحرك هو ديك الظروف الخايبه فاش عشتي، وهذوك المشاكل اللي عندك، وداك الوسط الخايب فاش كتجي. ما عرفتش صيفط لي تيقول لي اخاي السيمو راك ما عارفش انا فين عايش، راني عايش في واحد الوسط خايب اللي كنخرج كنلقى الشماكريه شاعلين الشوانات وكذا. خاي حتى انا كبر في نفس سميتو الكارتي عندنا كامل ما كاينينش الشوانه معلم، ولكن هذا الدافع باش تحيد من تمايا. بغيتي تكون عايش في شي قصر ولا في شي كارتي الفيلات، ما علاش غادي نبدل، علاش غادي نتقاتل اصاط؟ انا ديجا عايش في كارتي الفيلات ولا عايش في شي قصر، علاش غادي نتقاتل؟ علاش غادي نبدل؟ راني عايش بخير. الصاد الظروف الخايبه شي حاجه زوينه هي اللي كتخليك تحرك. شوف شي كيخرجنا على الموضوع بسبب شي حاجه اللي ديما وليت كنرد معاها البال هضرتي، لان كندوي والناس ما كتاخذش الهضره ديالي بحسن النيه، كياخذ الهضره ديالي باش يمشي يذبح بها والدي. هادي اللي ما كنبغيش، اما دير بالهضره ديالي اللي بغيتي يما تذبحش بها والديك، لان شحال من واحد ما بقيتش كنعيش في دواري زيكي باقا دارنا تمايا، قليل فين كنمشيو لها، قليل نادرا الوالدين ديالي ما بقاوش تما، انا ما بقيتش تمايا مره كنمشيو. المرة الأخرى ملي مشينا تمايا يلا باركيت جاو مالين الدار، دخلنا للدار جات واحد السيدة كتصوني، هاد الأم جات عندنا للدار ودخلناها كتشكي علينا، قالت لي عافاك أوليدي باغي نسمع منك أنت كلمة أه ولا لا. قلت
لها شنو على لا، قالت لي ولدي شانق عليا كيقول لي اعطيني 5000 درهم، راه السي موراي في نهار بدا راه تعاونت معاه مو بعشرات المليون. لا حول ولا قوه، ملي تجي الوالده ديالي انا 10 المليون ديك الساعه فهمتي، كنت باقي ما بديت، باقي ما فراس مالي التاريه يعني، وكيدوي لي على اللي بديت. اما دابا الحمد لله رحلنا الوالدين، شرينا اليوم فيلا واعره في الخميسات. الوالدين واخا دير معاهم اللي درتي راه ماشي زعما كنردوا اليوم، راه ما ضطناهم حتى واحد في المية. المهم خونا هذا شنق على الوالده ديالو وتيقول لها اعطيني 5000 درهم وانا راني ما طلبت والو، واش نتوما بغيتوني ننجح في حياتي؟ شوفوا السيمو لايف راه معاوناته بعشرات المليون من اللي بدا، وهذه هضره خاوي كيستعملوا سميتي باش يشنقوا على والديهم. قلت لي عافاك ولدي باغي نسمع منك انت اه ولا لا. قلت لها الحاجه 5000 درهم لا، عطيه تصرفيق احسن ما جيت تعطيه. قلت لي صافي يا ولدي واش نيت معاوناتكش الوالد؟ قلت لها هو، قلت لها ها هي الوالده اسمعي لها. قلت لها لا الحاجه والله ما عاون انت جارب. واحد ولد جارتنا شنق على الوالده ديالو تعطاته 2000 درهم وقال لها راه بلي السيمو لايف اللي هو انا اللي الوالده ديالو كتثق فيا، قال لها هو اللي نصحنا بهذه الشركه ديال لورن اند ايرن، وعطاته مسكينه 2000 درهم ومشى حطها في ديك الشركه، وديك الشركه الله يعاون ليا ولدي راه انت اللي نصحتيهم بديك الشركه، وديك الشركه مشات وحنا راه كنت كان قال لي راه انت اللي نصحتيهم عليها تقتو عطيتو 2000 درهم. قلت لها انت الحاج قول لي جيب شي فيديو ديالي انا كنصح ديك الشركه، ديك الشركه انا ما عمري غادي ننصح بالام ال ام، وكاملين تيبان لي ما عمري كنصح بدوك الشركات يقول لك جيب جوج وجوج يجيبوا جوج وجوج بجوج يجيبوا جوج وجوج يجيبوا جوج ولا جيب اربعه واربعه يجيبوا اربعه تولي مليونير. الصاد اللي سمعت هاد الهضره هادي هرب، انا مزاوق ما تكونش خروف، انا ديما كنت ضد هاد الشركات وما عمري روجت ليهم. تعجبت امو قدامي وسولت قلت لها جا عمري انا نصحت بشي شركه بحال هادشي ولا انا اللي قلت لك سير حط فلوسك هنايا؟ بقى ساكت وحاضر راسك. قلت لها انت خالتي شفتي كلشي قدام عينك، راه المشكله هادي بزاف ديال الاولاد ولاو كيستعملوني انا باش يوركوا على والديهم. كنتي حتى انت من دوك الناس اللي كيوركوا على والديهم وتيغوتوا على والديهم وتينوضوا الصداع على والديهم وتيقول لها لا ولاش والدني ملي ما قادش عليا وكذا؟ اخويا راه مفقود فيك الامل، اسمح لي والله عمر شي مسخوت الوالدين ما يتفروا في حياته. هادي تي هادي طومبو، هذا طومبو تي شو ساختن عليه والدي والله لا تفرو، واخا ما عرفت اش يدير. شتي نخدمو نفس الخدمه، انت بيسك هنا وانا بيسي هنا، والله لا تفرتي قسما بالله الا المشاكل العالم ينزلوا عليك، الباي بال يتسد، الفيسبوك يتسد، كلشي. السيطان خرجنا على الموضوع بزاف، ستوريات كثروا هنايا، اجي نوقف لان كنولي كنزيد ستوريات كيمسحوا ستوريات الاولانيين وكترون القضيه. اجي نوقف، اجي مشكله ديما كطرا فهمتي، كنجي في موضوع كنولي في موضوع لان ما نبغيش الناس يستعملوا الهضره ديالي ضد والديهم، استعملوهم ضد اي واحد يدير بهم اللي بغى الفيديوهات ديالي، الا تستعملوهم ضد الوالدي صح. هذا هو الشرط الوحيد، هزهم لوحهم في اليوتيوب، ما عمري كنريبورتي الناس اللي كتلوح الفيديوهات ديالي في اليوتيوب، دير بهم اللي بغيتي، لوحهم في فيسبوك كتب عليهم مزيان كتب عليهم خايب ماشي مشكل. الشرط الوحيد هو ما تستعملوهمش ضد الوالدين ديالك، ما عمرت شد انا كنت كندوي وتفهم داك السياق وتاخذ منه شي حاجه وتمشي تستعملها ضد والديك. هذه هي الحاجه الوحيده المرفوضه لاستعمال ديالها في هذه الفيديوهات، اما الباقي استعملهم كما بغيتي ايجابي ولا سلبي. جي الوالدين انت صيفطوا لي دي ميساج فهمتي، وكتلقى القاسم المشترك تيقول لي اخويا راه كندخل البيت كنلقى ولدي ديما طالقك، وكنشوف السيد باللحيه قال لي في الاول اخويا راه تخلعت. قلت هذا السيد هذا راه كيبرمج الدراري كيقول لهم شي حاجه الله يحفظ، نلقاهم في العراق ونلقاهم في افغانستان ولا شي حاجه. ملي جلست نتفرج معاه انايا قال لي ارتحيت اخويا، قلت هذيك الايديولوجيا ديال العراق وافغانستان ماشي ديالك، تعرفت عليك تبارك الله عليك دابا ارتحيت على ولدي، قول ليه اللي بغيتي مزيان ملي كيتفرج فيك انت، مزيان ملي ملهي بك انت. بعد لقيطه زوينه واحد النهار واقف في ستاسيون ديال سطات في لوتوروت، دخلت لوتوروت واقف عيان تشكي على الطوموبيله وتسمع سيمو لايف سيمو لايف سيمو لايف، درت هاك لقى الدري جالس وسط الطوموبيله اللور تكون في عمره 5 سنين ويقول لي با انت ديما كيتفرج. اخوان تبارك الله عليكم طولنا ستوريات هنا كثار، غادي نوقف ستوريات. ساعة سعيدة تبارك الله عليكم، كاين بزاف فاش ندويو فهمتي، وكما كنقول الهدف من الفيديوهات هو تو ميك ان امباكت، تأثر على حياة عباد الله بواحد الشكل ايجابي.